والنهاردة الحقيقة هنتكلم عن حاجة تناولها السيد الرئيس في اجتماعه النهاردة في افتتاح عدد من المشاريع القومية الخاصة بالإسكان الاجتماعي وإسكان المناطق غير الآمنة أو العشوائيات الخطر. البرنامج ده كان ليه شرف التصوير في المشروع اللي افتتحه سيادة الرئيس النهاردة، وهو مشروع الأسمرات 3 من حوالي سنة ويمكن أكتر من سنة. والحقيقة زعنا الماتيريال في بعض البروموهات اللي اتعملت قبل انطلاق البرنامج، لكن كنا ملتزمين ان احنا نروح نصور ونقدم للناس الجمال اللي وصفه النهاردة رئيس مجلس الوزراء بانه قد تكون مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تطور من العشوائيات الخطرة وغير الآمنة ليسكن أصحابها في أماكن تليق بأبناء شعب مصر. ودي حقيقة، لأنه فعلا لما تشوفوا المنطقة بقت عاملة إزاي، ويمكن أنا بفتكر ذكريات لما كنا هناك وبنتمشى أنا ومخرج البرنامج ومدير التصوير، وقلنا جملة لطيفة قوي: نفسنا نيجي نعيش هنا. ومفترض ان احنا عايشين في حتة ارقى شوية من العشوائيات يعني، لكن حسينا ان المكان الجديد مكان جميل ومكان واسع ومكان رحب، مكان فيه جامع كبير، فيه كنيسة كبيرة، فيه بقال وبدال تمويني، فيه بطايق تموين لكل الاسر اللي يعني ذكر العدد النهاردة يعني يمكن اكتر من 400 وكذا ألف أسرة هتستفيد من هذا المكان. ملاعب كورة على أعلى مستوى، كل عمارة فيها 2 أسانسير، كل شقة متسلمة لأهلها كاملة الفرش بالدش. الأسانسير محتاج عامل أسانسير في كل عمارة يطلع الناس وينزلها، منتهى الاحترام. في مكتبة، في مسرح، في عيادة، معرفش الكشف بتاعها كان بجنيه ولا إيه. الحقيقة إنه أهالينا اللي عاشوا جزء من عمرهم في هذه الأماكن غير النظيفة وغير الآمنة، مصر عايزة تقول لهم إحنا معاكم، إحنا بنحبكم، إحنا هنصرف جزء كبير من ميزانية صندوق تحيا مصر، من تعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات غير الحكومية، مع المؤسسات غير المصرية المعنية زي بنك الإعمار العربي والأوروبي، زي صناديق في الأمم المتحدة، عشان نطمن أنه أهالينا عايشين في أماكن تليق بيهم.